معرضي اليوم إن شاء الله اسمه مشاكسات أنثى. المعرض الشخصي الثالث إلي 66 لوحة حاولت أعبر عن عدة مدارس تعبيرية وتجريدية، وأكو طبعاً شوية نوع من الواقعية، وجرأت هنا يعني هو مشاكسات اعتبرتها هي جرأة يعني من عندي، إنه ثالث معرض والمواضيع متعددة والألوان يعني هنا شوية قوة بالألوان وخلط الألوان الجريئة بلوحة واحدة.